يا روحي انتي، يا عمري، يا قلبي انتي، يا روحي. معقول يا روحي انتي ما اشتقتي لامك؟ والله انا اشتقت لك كثير. ايه امي، وانا كمان كثير اشتقت لك كثير. يعني مو معقول انه ما يدفع دين ابوها؟ بنتي شوفي كأنه خرفت على بكير، يعني من وقت ما سمعت الخبر بالجريدة وهي هيك صايرة. تخيلك يا رب يلا يجير. أمي شو هاد الخبر؟ والله أنا ما بعرف شي. يا بنت اطلعي فيني، أكيد زوجك بيعرف. يعني أمير ليش لحتى يروح يشتغل ببار تاني وأبوه في عنده بار كمان؟ لأنه أبوه من زمان قلعه من الشغل. طالما أنك بتعرفي هذا الشي ليش ما قلتي لنا؟ يعني هلأ ما معهم مصاري؟ يعني اللي مثل هون حتى لو ما كان معهم مصاري بيكون بجيبتهم قد اللي معنا بثلاث مرات. أنا ما عم صدق أبدا، لكن هو مشان هيك ما دفع دين عمي رضا. قلبي رح يوقف، كتير اتضايقت عليهم. أخ دخلك، وانتي ليش اتضايقتي؟ شو همك إذا معهم مصاري ولا لا؟ عمتي أنا متضايقة عليهم، بس أنا متضايقة أكتر مشان فريحة. أنا بدي فوت نام شوي. ماشي، أنتو خليكن قاعدين. ليكي بنتي، هلأ فريحة يعني بدها تشتغل مشان تساعد جوزها بالمصروف شي؟ ما بعرف فريحة شو عم تساوي ولا شو رح تعمل ابنه. أنا حتى عرفت منكن إنها رجعت لأمير. أنا وفريحة هلأ مانا مثل قبل مع بعض. روحي ما بيصير يكون في زعل بين الإخوات، بالنهاية بتضل مثل أختك. ها أمي اسمعي، والله نحن مو زعلانين من بعض. لو فريحة بدها تحكي كانت حكت. هلأ بما أنه أنتو في بيناتكن مشاكل ما بدي أضغط عليها. بس يا عمري أنت لازم تكوني أحسن منا، وبما أنك وصلتي لقدام باب بيتها ما بصير ما تروحي بدون ما تدقي. اسمعي أنت، دقي عليها، وإذا شفتيها مكشرة فيكي وقتها تركيها وطلعي، وبالمرة بتشوفي شو صاير معها وبتجي وبتحكي لنا. ماشي، عم تحكي مزبوط، رح أطلع لعندك. ماشي. شو هاد؟ زيارة عائلية؟ أمي يلا أنت انزلي لتحت. إيه؟ إيه عيني، هي زيارة عائلية. وأنت زيارتك شو اسمها؟ زيارتي زيارة رفقة. يلا بنتي، يلا اطلعي لفوق. يلا. شو أنت كمان رايحة لعند فريحة؟ يلا. أنا كنت ناوية أحكي معها لحالنا. أمي أنا بعدين بمر لعند فريحة. كلثوم الحلوة، شايفتك كتير متوترة. أنا كنت مفكرة أنه من وقت ما تركتي زوجك صرتي منيحة، لا تكوني لساتك عم تبكي عليه. أنت ما عم تقدري تنسي؟ لا تخافي، الخطورة تبعي راحت، أنا مستحيل أني أرجع له. قلتو لك شو حكت هي المرة؟ عم تحكي حكي فاضي. بما انه حكي فاضي انت ليش ما رديتي عليها؟ ليش هيك عم تطلعي فيها وكأنك خايفة؟ امي انسي هالقصة. ايه رح انسى بنتي، لا تكون هي المرة هي وجوزك في شيء. انا زوجي لسه بيحبها لهي المرة، انا زوجي ما عم يحبني، انا زوجي ما عم يلمسني، انا زوجي عم يدور على حش مشان يطلقني. فهمتي امي؟ عرفتي كل شيء هلا ارتحتي؟ يا ربي يا ربي بخيرك. يا بنتي اخ على هالحظ القليل اللي عندك، اخ معناته كل هالوقت وانتي عم تحطي بقلبك مهلك. خلص امي انسي، والله انا منيحة. انتي كيف ما بتحكي لامك وتاركة حالك عم تتحملي كل هذا العذاب؟ كان لازم تجي وتحكي لي، يعني مفكرة ما رح كتوقف جنبك. ليكني هي قلتلك انا بكيت كتير كمان. شو بدي اعمل؟ شو بدك تعملي لي امي؟ بعدين أنا بعرف إنك حكيتي مع كوراي. إيه حكيت معه، حكيت، بس ما كنت عارفانة كل هذا الشيء. لو كنت عارفانة ما حكيت بهيك الطريقة. طلعي أمي، لا تخليني أندم إني قلت لك كل شيء. تاني مرة أوعك تقولي شيء لكوراي، ماشي؟ إيه، بس هالعذاب اللي عم تتعذبيه قولي لي شو بدنا نساوي فيه؟ ما بعرف. عن جد أنا هلأ ما بعرف. في صوت جواتي عم يقلي يا كلثوم فكري منيح. يعني لأمتى أنت بدك تضلي تتحملي اللي أنت فيه؟ وبعدين بيقلي إذا كان في جواتك شوية أمل استني جوزك، استني، لأنه هو أكيد رح يرجع لك ومع الأيام أكيد رح يحبك. بنتي
انت هلا من كل قلبك بتحبي جوزك يعني؟ ايه امي بحبه كتير كمان. اذا هيك وعديني انه ما تخلي شي بقلبك وبدك تقولي لي كل شي عندك، فهمتي؟ يا بنتي انت صار لك كتير عنده، بعدين ما بدي اياك تخرب العيلة اللي اسستيها. انا راح ضل واقفة جنبك يا عمري، راح اعمل كل شي مشان ساعدك، انا راح ساعدك بكل شي وراح ضل واقفة جنبك. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.